بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي، وكل عام وانتم بخير. النهارده موعدنا مع الوحده الاولى في دروس التربيه الدينيه، والدرس الاول البعث والحساب. الدرس بتاعنا طبعا بنؤكد به من خلال ايات قرانيه من سوره النبأ، وطبعا دي السوره بتاعتنا تلاوه وحفظ وتفسير. تعال الأول نستمع إلى الآيات، وبعدها هنتعرف على ما تضمنته هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. صدق الله العظيم. طبعا أولاد، الآيات بتاعتنا قلنا من سورة النبأ، والنبأ بمعنى الخبر، وقيل طبعا إن هي سميت بهذا الاسم لأن وردت كلمة النبأ في أول الآيات. وربنا سبحانه وتعالى بيبلغ ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث قومه عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركين المتشككين في قدرة الله وفي يوم البعث والحساب، واللي هم اختلفوا في هذا اليوم. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد ان هم سيعلمون ان وعد الله حق، وان هناك احياء للموتى وحسابهم على اعمالهم. وبعد كده من خلال الايات، من اول الايه 6 للايه 16، في حوالي العشر ايات دي هنعرف مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى ونعمه على الانسان، ان هو جعل الارض ممهدة ومبسطة وصالحة لحياة الانسان، وجعل الجبال اوتاج يعني ثوابت ورواسي للارض، وخلقناكم ازواجا يعني جعل منكم الذكر والانثى لاستمرار وبقاء الحياة، وجعل النوم راحة للجسم والليل للراحة من العمل، وأيضا جعل النهار للعيش وطلب الرزق، وجعل فوق الإنسان سبع سماوات شديدة قوية، وجعل هناك الشمس والقمر لتنير الكون نهارا، والقمر لينير الكون ليلا، وأيضا أنزل من السماء ماء المطر ليخرج به الأرض، حيث هناك أماكن تعتمد على مياه المطر في الزراعة، وجعل جنات كثيرة الأشجار ملتفة بعضها جانب بعض. وطبعا في الآيات اللي باقية علينا في الجزء ده اللي بنشرحه، أن ربنا سبحانه وتعالى بيوضح أن يوم الفصل اللي هو يوم القيامة له ميقات معلوم عند الله سبحانه وتعالى، وفي هذا اليوم سوف ينفخ فيه الصور، وطبعا مكلف به أحد الملائكة، ويخرج الناس من قبورهم أفواج وجماعات، وتفتح السماء أبوابها، والأرض سوف تتحرك وتصبح كالسراب.
تعالوا كده نتعرف على معاني المفردات للجزء اللي احنا شرحناه. اول معنى عندي النبأ معناها الخبر، اسم الصورة النبأ والنبأ معناها الخبر. مهادا معناها ممهدة مبسوطة، لم نجعل الأرض مهادا يعني ممهدة ومبسوطة. مبسوطة أنا مش معناها سعيدة، لا معناها ممدودة، أن الأرض تبقى ممدودة كده زي البساط أو البسط، فده معنى أن هي مبسوطة يعني ممدودة. سباتا يعني راحة لأبدانكم، ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل راحة للأبدان. سراجا وهاجا يعني شمسا مضيئة متوهجة، السراج هنا معناها الشمس، شمسا مضيئة متوهجة. المعصرات اللي هي السحب، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يعني أنزلنا من السحب أمطارا كثيرة. جنات ألفافة يعني بساتين ملتفة الأغصان، من كتر ما فيها أغصان كتير ومثمرة فالأغصان بتاعتها ملتفة حوالين بعض، فجنات ألفافا معناها بساتين ملتفة الأغصان. طب نشوف مع بعض كده بعض التفسير لسورة النبأ. سورة النبأ أول سورة في الجزء الأخير من القرآن الكريم، سورة مكية نزلت في مكة عشان وسميت بالنبأ طبعا عشان وقعت كلمة النبأ في أولها، وسورة مكية وفيها الخبر العظيم عن القيامة والبعث. السورة بتدور حوالين إيه أو محور السورة؟ محور السورة يدور حول إثبات عقيدة البعث التي ينكرها المشركون. إيه عقيدة البعث؟ اللي هو البعث بعد الموت، إن إحنا لما نموت هنبعث مرة أخرى للحساب والجزاء، منا من يدخل الجنة ونعوذ بالله من أن ندخل النار. فالمشركون عقيدة البعث دي بينكروها، بيقولوا إن مفيش بعث، إن إحنا بنموت وخلاص مفيش بعد كده. فمحور السورة هنا بيدور حول إثبات عقيدة البعث التي ينكرها المشركون، ويبين الله فيها يبين الله المشركين الذين يتساءلون عن البعث أنه أمر لا يجوز الاختلاف فيه لأنه واضح الدلالة. البعث ده أمر ثابت وما ينفعش حد يختلف عليه عشان هو أمر واضح جدا والأدلة عليه واضحة جدا. طيب إيه هي بقى مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى؟ قلنا أولاد زي ما قلت لكم كده من الآيات تقريبا من 6 ل 16 فيها مظاهر قدرة الله في خلقه. أول حاجة إن هو هيئ الأرض وبسطها للإنسان، يعني جعل الأرض ممهدة وممدودة وصالحة لحياة الإنسان. تاني حاجة إن جعل النوم سباتة يعني راحة للإنسان من شقاء العمل، يعني ما جعلش النهار دائم عشان يبقى فيه شقاء دائم ولا ليل دائم عشان طبعا الإنسان لا يكد ويعمل ويعمر الكون، لكن جعل النهار للكسب والعمل والليل للراحة والنوم. ايضا من مظاهر قدرة الله في خلقه ان هو جعل الماء او خلق الماء الذي يخرج به الحب والنبات اللي هو غذاء للانسان. تعال نتعرف على بعض الاسئلة اللي ممكن ترد على الصورة بتاعتنا. بيقول لي ما معنى النبأ وما المقصود به؟ خد بالك في فرق بين المعنى والمقصود. هنا معنى النبأ، معنى النبأ الخبر. وما المقصود به؟ يقصد بالنبأ الحساب. السؤال اللي بعد كده، لماذا سميت سورة النبأ بهذا الاسم؟ بيقول لي ما سبب تسمية سورة النبأ بهذا الاسم؟ لوقوع كلمة النبأ في أولها. أين نزلت سورة النبأ؟ نزلت في مكة. عشان كده يا أولاد بنقول إن سورة النبأ سورة مكية، وطبعا اللي ابتدى بيها الجزء الأخير من القرآن اللي هو جزء عامة اللي هي بداية الجزء اللي هي سورة النبأ. طيب احنا قلنا في اول الايه او في اول الايات اللي درسناها في سؤال عما يتساءلون، اللي هو يتساءل مين؟ المشركون. فهنا بيقول لي عما يتساءل المشركون، احنا قلنا ده استفهام غرضه الاستنكار، ان ربنا ازاي بيسال، ازاي دي الناس بتسال، وان هناك ادله على قدره الله سبحانه وتعالى في البعث واحياء الموتى. فهنا السؤال بيقول عما يتساءل المشركون، يتساءلون عن البعث ويسخرون منه. ماذا يبين الله لهم في السورة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن لهم في هذه السورة، يبين لهم أنه أمر لا يجوز الاختلاف فيه لأنه واضح الأدلة. طبعا الذي هم فيه مختلفون، هي قال لنا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن أمر البعث والحساب أمر الاختلاف فيه، وأن هناك أدلة واضحة على قدرة الله على إحياء الموتى. بيقول لي سؤال تاني على الآيات، اذكر اثنين من مظاهر قدرة الله في الكون، اذكر اثنين من مظاهر قدرة الله في الكون. طبعا عندنا أدلة كتيرة جدا بس احنا عايزين من الآيات بتاعتنا.
تهيئة الأرض وبسطها للإنسان وجعلها صالحة للعيش، الماء الذي يخرج به الحب والنبات غذاء للإنسان. طب احنا عندنا أدلة كتير، لكن احنا اخترنا اثنين من الأدلة، وانت ممكن تجيب بأدلة أخرى بس زي ما قلنا من الآيات. في الآخر لسؤال المتفوقين، السؤال بيقول: اذكر دليلا على إيمان المصريين القدماء بالبعث والحساب. اذكر دليلا على إيمان المصريين القدماء بالبعث والحساب، وهننتظر إجاباتكم في صندوق المتفوقين بالمدرسة لتكريم، وياريت طبعا الكل يشترك، ونتابع دايما على قناة حراء التعليمية، ومع وعد بلقاء آخر في درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.